لا كوب دي موند انا نقولك بكل صراحه ما راح ما بين البرازيل لازونتين الالمان، يعني راي تاعي وان شاء الله نتمنى السينيغال في الربع النهائي. بلد المرشح هي المانيا والارجنتين. والله غالب الجزائر ما تكاليفيهاش، احنا حبينا تكاليفي الجزائر، انا حاط البرازيل اللي تديها دابري شايف ما بين البرازيل والارجنتين، هذوما الزوج اللي شايفهم بلي قادرين هما علاه باسكو عندها سما تقريبا لا كوب دي مونت ما بين لي زوروبيان ولي لاميريك دي سود، عندهم بزاف ما داوش، عندهم تقريبا دو فوا ما داوهاش، مي هذه المره هما يديوها البرازيل ولا الارجنتين. اوكي سو الارجنتين باسكو مون بير يلم بيان الارجنتين يلم بيان جونغ ميسي سو ارجنتين فوالا. نتوقع المنتخب الارجنتيني عنده منتخب قوي خاصة في المرة الأخيرة فاز بكوبا أمريكا، نشوف بلي عنده منتخب قوي ونتوقع يتوج بكأس العالم 2022 بقاطع. شوف أون تونك سبورتيف أون تونك أنسيان فوتبالور جو فوا لو فافوري نيميرو 1 سي بيان لو برازيل، وربما السنغال تروح بعيد إن شاء الله.